الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب، كلام ما شبك طبطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. سن المراهقة هو اللي بينقل الأطفال من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب. هتلاقي مرة واحدة ابنك أو بنتك تصرفاتهم اتغيرت، وكتير بيمروا بمشاكل نفسية لأن الفترة دي بتبقى مليانة أحداث في حياتهم وكأنهم بيكتشفوا العالم من حواليهم. والنصيحة اللي دايماً بينصحنا بيها أطباء النفس إننا على قد ما نقدر في السن ده نصاحب ولادنا ونسمع ليهم كتير عشان يعدوا من المرحلة دي بأمان. الأمراض النفسية اللي بتبقى عند أطفالنا أثناء فترة المراهقة ده هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي. ولكن اسمحوا لي قبل ما نروح فاصل، ويمكن زي ما تعودنا إننا دايماً بنشارككم أو بتشاركونا فرحتنا في برنامج كلام من القلب، ويمكن دايماً بنقول إن نجاحنا بوقوف حضراتكم جنبنا. إحنا بيتم في اللحظة دي تكريمنا من المركز الثقافي والتراث العربي في فرنسا والشرق الأوسط، بيتم تكريم برنامج كلام من القلب، ويمكن التكريم مقام في مكتبة الأسكندرية، وكان المفروض إن في اللحظة دي أنا أكون موجودة معهم هناك، ولكن نظراً لوجودي مع حضراتكم في الاستوديو ما قدرتش إن أنا أروح. بس إحنا معانا دلوقتي أستاذة آلاء محمد، مسؤول المركز الثقافي والتراث العربي بمصر هنا مش فرع فرنسا. أستاذة آلاء مساء النور، اهلا بيكي. أهلا بحضرتك استاذه لميا. اهلا بيكي محمد، المسؤول عن المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا هنا في الشرق الاوسط. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك ومبروك على التكريم. ربنا يخليك يا رب. انا اللي بشكركم وبعتذر طبعا عن عدم الحضور. ربنا يخليك، لا ولا يهمك خالص. انا ادي بس نبذه عن الموضوع بالايفنت اللي موجود يوم السبت هنا في مكتبه اسكندريه دلوقتي. هو الاحتفال بانقاذ معاهده النوبه اللي ما تمش الاحتفال بها منذ 55 سنه من بدايه الشغل فيها سنه 1960. المبادرة على هامش الاحتفال بمعاهدة النوبة وإنقاذها، تم عمل مبادرة اسمها مبادرة كنوز مصر القديمة. دي عبارة عن معارض هتلف العالم، سوري هتلف فرنسا، لتنشيط السياحة، تبقى قطعة مستنسخة من القطع الأثرية اللي موجودة في المتاحف المصرية. ده هدفها تنشيط السياحة. الاحتفالية معمولة في مكتبة اسكندرية، هيتم تكريم الشباب النحاتين اللي اشتغلوا القطعه دي. وللاسف ما حالفش حضرتك الحظ ان حضرتك تبقى موجوده معانا. مع الاسف، وانا بجد انا بعتذر، وانا بجد كان نفسي قوي اني اكون موجوده معاكم. المره الجايه ان شاء الله بالتكريم الثاني ان شاء الله باذن الله. وميرسي لاهتمامك بالتاريخ والتراث والحضارتنا العريقه دي، بلدنا كلنا ودي حضارتنا كلنا. متشكره جدا مدام نهمي، شكرا. استاذه الاء بشكرك جدا. يعني هرجع اقول تاني انه نجاح برنامجنا هو بوقوف حضراتكم جنبنا، واحنا حبينا ان انتوا تشاركونا فرحتنا. بشكر كل زملائي اللي موجودين معايا في برنامج كلام من القلب، وكل زملائي اللي موجودين معايا في شبكه تلفزيون الحياه، بشكركم جدا، ونجاحنا هو بوقوفكم جنبنا وبمجهوداتكم. نروح فاصل ونكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912235 في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. شبهك طبطبة طبطبة. فترة المراهقة وأمراض فترة المراهقة، ده كلامنا النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912235. دكتور عبد الناصر سلام عليكم. الحمد لله على السلامة، وحشتنا. ربنا يخليك وسلامتك ألف سلامة. الله يسلمك يا دكتور. يعني بنقول سن المراهقة سن المراهقة سن المراهقة، وعامل مشاكل في البيوت كلها تقريبا، وكل ما حد يقابلني يقول لي كلمينا عن سن المراهقة وازاي نقدر نربي أولادنا وازاي نعرف نتعامل معاهم، خصوصا السن اللي بيبقى كله عند يعني يمين يقولوا شمال شمال يقولوا يمين. في أمراض كتير جدا ممكن تبقى عند مش هنقول الطفل، عند الولد أو البنت في سن المراهقة نتيجة ظروف معينة ممكن يكون بيمر بيها البيت، أو ظروف معينة هو اتحط فيها. الأمراض دي ممكن تكون إيه يا دكتور؟ بص، الموضوع ده موضوع مهم جدا، لأن في الحقيقة مرحلة المراهقة دي اللي بتعمل تشكيل لشخصية الإنسان
على مر يعني مر عمره بقى خلاص. يعني هي دي المرحله الفيصليه اللي بعد كده بتطمن الانسان هيبقى في حاله سويه نفسيا او حاله غير سويه. الفترة المراهقة أهميتها في أن في هذه المرحلة بيبقى مفترض يكون أكتر مرحلة فيها تفاعل بين الأهل وبين المراهق. يعني في الطفل في الحقيقة تبقى القصة كلها علاقة أحادية، ما تاكلش ما تشربش، يعني الطفل نعم. لكن مرحلة المراهقة بقى فيها علاقة ثنائية، علاقة محتاجة مجهود من الأب والأم ومحتاجة مجهود من المراهق علشان يبقى فاهم أن القصة بنبني شخصيته. أمراض كثيرة جدا بتحصل في فترة المراهقة، أمراض وأمراض مؤثرة لو ما تمش استيعابها وما تمش علاجها بتبقى مشكلة كبيرة جدا على المدى البعيد. سن المراهقة اللي نقدر نقول فعلا الولد أو البنت بدأوا فيه من سن إيه مثلا؟ 10 سنين؟ بصي سن المراهقة بتراوح من 9 ل 10 سنين لغاية 18 سنة، يعني قصدي ده اللي هو الأدوليسنس يعني. دول أصعب سنين، أصعب سنين لأنك بتكوني فيها شخصية الطفل أو بتكوني فيها شخصية المراهق. واصعب سنين في الناحيه النفسيه في الحقيقه، لان يعني كتير جدا من الامراض بتبتدي في هذه المرحله السنيه. انا هقول لك بس احصائيات اخيره جدا طالعه على النسب، مثلا نسبه الاكتئاب مثلا الاحصائيات الامريكيه بتقول ان 3 ل 7 من 10 من الاطفال او مراهقين عندهم اكتئاب. اكتئاب ده مش اعراض اكتئابيه، ده اكتئاب بيتعالج. يعني 3 ل 7 من 10 ده رقم كبير جدا، يعني من كل 100 مراهق عندك 4 عندهم اكتئاب. الانجليزي يقول لا ده اعلى من كده، من 9 ل 10 من كل 100 مراهق عندهم اعراض اكتئابيه. اضطرابات القلق اللي هي بقى انت عارفها طبعا، مذاكرين مع بعض طبعا. اللي هو نوبات الهلع، اضطراب القلق العام، الوسواس القهري، الرهاب الاجتماعي، اضطراب ما بعد الصدمه، حوالي 10% 10% من المراهقين بيعانوا نوع من انواع القلق. اضطرابات اللي ليها علاقه بالتغذيه اللي هو اضطراب الشهيه العصبي اللي بيسموه الانوركسيا نيرفوزا او اضطراب الشره العصبي البوليميا النيرفوزا او الشكل، دايما المراهق مش عاجبه شكله، يا اما تخينه يا اما رفيعه يا اما مناخير معوجه، بيعملوا ايه في نفسهم طول النهار؟ انا عندي مشكله يا اما عيني طالعه يا اما عيني نازله، دايما مهتم بشكله. نسبه الاضطرابات المرتبطه بالاكل او مرتبطه بشكل الانسان حوالي 5% في المراهقين. عندنا مشكله كبيره جدا من اضطراب الفرط الحركه وضعف التركيز عالي جدا في المراهقين عكس الناس متصوره. احنا بنهتم بيه في الاطفال شويه، في الاطفال لكن لما بيكبروا مش معقول هيفضل يتحرك. لكن في الحقيقه نسبته حوالي 5% في المراهقين. يعني لما تعملي توتال كده مش اقل من 20-30% من المراهقين عندهم مشاكل نفسيه حقيقيه محتاجه مساعده، وانت معاكي تليفون. وانا معايا تليفون. مدام اميره. مدام اميره السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا اخويا عنده 30 سنه. ايوه. وهو كان سافر من 4 سنين كده علشان يدرس يعني. وما كملش ورجع بعد سنتين وقال ان هو تعبان، ان هو بيشوف ناس بتراقبه وبدا يقول لنا التليفونات متراقبه والكمبيوتر متراقب. وبعدين رحنا للدكتور فعمل تحاليل واشعاعات وكتب له على 3 ادويه. بس هو بعد راح مره واحده ويعني خلص الادويه وما راحش تاني، قال برضو الدكتور متراقب. فاحنا لما بدانا نسال يعني احنا اكتشفنا بس بعد ما رجع من السفر. تمام. هو بيقول ان في ناس بتراقبه. وبعدين لما سالنا اصحابه قال ان هو كده من بقاله فتره طويله. ايوه. فاحنا مش عارفين دلوقتي نقنعه ازاي يروح لدكتور، ومش عارفين نتعامل معاه ازاي. مع العلم ان هو يعني كان قبل ما يسافر يعني بيشتغل كويس جدا وواخد كورسات كتير واجتماعي، مش باين عليه اي حاجه يعني، احنا فوجئنا من الحاله دي. طيب يا بنتي. طيب حاضر. تبين يا مدام امين ده فصام؟ دي اعراض فصاميه، ما نقدرش نشخص فصام غير لما نشوف العيان نفسه ونشوف هل هو عنده كل اعراض الفصاميه ولا لا، لان احنا في ناس كتير جدا عندها اعراض فصاميه. يعني اضطراب الشك ده ان انا اشك في الناس اللي حواليا، ابتدي احس مثلا الناس بتراقبني، مخابرات بتراقبني، مش عارف ايه. عندنا امراض كثيره جدا في الطب النفسي ليها علاقه باضطراب الشك. اشهرها طبعا اضطراب الفصامي الاضطهادي، اللي هو عنده قناعات ان هو مراقب من المخابرات، ان هو عنده مشكله، ان الناس كلها عايز يقتله الناس. في عندنا حاجه اسمها اضطراب الشك فقط او ضلالات الشك، دي اقل حده شويه من الفصام. في عندنا بقى الشخصيه الشكاكه، هو شخصيه شكاكه ده اللي هو اساسا من البدايه. لكن دي لما يبقى في حاجه صادم كده، لما يكون حاجه حصلت، كان مسافر ورجع، دايما الغربه بالحقيقه بتبقى ستريس قوي جدا، بتبقى كرب شديد جدا. وكتير جدا من الناس اللي عندهم عرضه للمرض النفسي لما بيتعربوا بيجي لهم مرض نفسي.
عرضة للاكتئاب بيجيله اكتئاب، عرضة للوسواس قهري بيجيله وسواس قهري، عرضة للفصام بيجيله فصام. طبعا الحالة دي محتاجة تتعالج لازم، والحالة دي يا إما يروح للدكتور، يا إما هم يروحوا للدكتور عشان يكتب لهم دواء يدهوله، يا إما ناخده ندخله مستشفى. يعني قصدي ما بنسيبش الحالات زي دي خالص. ليه؟ لأن حط نفسك مكانه، يعني أنا حاسس إن الميكروبات بتمشي وراي. لكن فكرة إنه يسيبوه بمزاجه ما ينفعش، أو لتفكيره إنه هنا بيراقبوني والدكتور فيه مراقبة وتليفوناتي. هو حط الدكتور في السيستم كمان. يعني هو حط الدكتور في سيستم مراقبة. هي الفكرة، في الفكرة الناس دي تبقى خطر جدا على نفسها وعلى الآخرين. كويس؟ يعني تصوري نفسك حاسه ان انت الاستوديو كله بيراقبك، والاستوديو كله عايز يموتك، والاستوديو كله عايز يحط لك حاجه مش حاجي، او تكتئبي. هم بيعملوا فيها كده ليه؟ طب انا عملت فيهم ايه؟ يعني قصدي ممكن جدا يا اما تاخدي اجراء عنيف ناحيتهم، يا اما تاخدي اجراء عنيف ناحيه نفسك. وبالتالي المرضى دول علشان ما بقاش في استبصار بالمرض، يعني المريض بقى مش مصدق انه عيان خالص، بيبقى متاكد ان هم بيراقبوه. صعب جدا ان هو يروح الدكتور بنفسه، صعب جدا انه يقتنع انه يروح الدكتور. فبنفضل ان الاهل يروحوا يشوفوا الدكتور، او ان احنا بناخده وندخله المستشفى. طيب خلينا نرجع تاني لسن المراهقه، ويمكن بنقول انه موجود سن المراهقه ده موجود عموما من ساعه ما يعني ما بدانا ندخل. لازم تعدي. لكن في الفتره دي سن المراهقه عامل مشاكل عند ناس كتير جدا وفي بيوت كتيره جدا. زمان يمكن كان الاهل بيعرفوا يتعاملوا مع اولادهم بشكل في تفاهم او في وعي اكتر من دلوقتي. النهارده المشاكل زادت، النهارده الردود اللي مش لطيفه على الاب والام بقت كتيره، النهارده كلمه لا مش هعمل كده بقت كتيره قوي، لا انا هعمل اللي انا عايزه، لا انا هروح المكان اللي انا عايزه، لا انا عايز كده، لا طب اقنعيني بوجهه نظرك. انت عارف المشكله فين؟ المشكله ان احنا كنا زمان كانت العلاقه اكثر سلطويه. بمعنى ايه؟ كان الولاد بيحترموا الاباء اكتر شويه، الولاد ما كانوش اكسبوز، ما كانش عندهم يعني المام جامد جدا بالميديا والفيسبوك والتويتر والاخبار وبتاع. ولادنا غصب عني وعنك بقى عندهم وعي شديد جدا. ولادنا غصب عني وعنك بقى عندهم وعي اكتر من الاهل ومعلومات اكتر من الاهل. ده صح ولا غلط يا دكتور؟ ما هو ده صح وغلط في ايه بقى؟ صح ان انا لو استعملته صح. بمعنى ان احنا محتاجين مع هذا الجيل ان احنا نحترمه اكتر، ان انا اتناقش معاه اكتر. كان زمان بتقول اسكت وخلاص، وهو ده النظام، مش هتخرج مش هترجع الساعه 10، يعني هو ده الطريقه ان انت اسكت واسمع الكلام وخلاص ما توجعش دماغي. دلوقتي ما ينفعش الكلام ده خالص. ليه؟ لانه هو اكسبوزد، هو بيشوف حاجات تانية كتير جدا، عنده اطلاع على كل حاجه. زي ما قلت لك، عنده فيسبوك، عنده تويتر، عنده ميديا، عنده انترنت. وبالتالي محتاج من الاب والام بذل مجهود اكتر ان انا اقنعك. طبعا ساعات بتبقى الاب والام اقل ذكاء من المراهق فهو بيكسب، فالاب والام بيحسوا ان هم اتهانوا فبيشتموا فبيضربوا، انا مش قادر عليك بالكلام، مش قادر يسيطر عليك، مش قادر يسيطر عليك. فهي الفكره هم الاولاد مش اتغيروا، هو الجو العام اتغير. محتاج من الاهل وعي اكتر، محتاج من الاهل وقت اكتر عشان اقدر اقنع المراهق. خدي بالك المرحله بتاعت المراهقه دي مشكلتها ايه؟ مشكله حاجه اسمها ديبندنس فيرسس اندبندنس، ان انا المراهق عايز يبقى مستقل بذاته، لكن غصب عنه معتمد عليا في الفلوس، مش كده؟ وفي المكان. يعني هو غصب عنه معتمد عليا ان انا اصرف عليه واعلمه واسكنه واكله واشربه، وفي نفس الوقت هو شايف ان هو مخه احسن من مخي، وان هو بيفهم، وان انا دقه قديمه، وان انا ما بفهمش زيه. فبتبقى المشكله ازاي يوفق بين الاندبندنس الاستقلاليه وبين ان هو يبقى معتمد عليا. احسن حاجه اسمها الانترديبندنس، ان هو يبقى عارف ان انا ممكن اسمح له بالاستقلاليه في حاجات معينه، لكن هسمح له بالاعتماديه في حاجات معينه ثانيه. وده فن تربيه الاطفال او تربيه المراهق، ان انا بعوده على الاوتونومي. الاوتونومي يا لميا اللي هو استقلاليه التفكير، ان المراهق يبقى عارف كويس قوي ان انا لو اتحطيت في الموقف ده اتصرف ازاي صح بدماغي وبمشاعري. لو انا عرفت اعمل فيه كده خلاص انا اطمنت عليه. هي المشكله كلها ان ساعات بيبقى الاهل متصورين ان المراهق لسه طفل، وبالتالي بكمل العلاقه السلطويه، انت ما تفهمش حاجه اسمع الكلام، ودي ما بقتش تجيب نتيجه خلاص. استاذنك نروح فاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية، خليكم معانا. كلام القلب كلامنا شبه الطبطبه الطبطبه. سن المراهقة ومشاكل سن المراهقة، ده كلامنا النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 91235.
دكتور عبد الناصر الفيصل بين انه المراهق عنده مشاكل نفسية بيعاني منها في الفترة دي وانه قليل ادب ايه؟ مش ده قليل ادب دي. لا هو الفكرة مش كده. الفيصل في ان المراهق تصرفاته وسلوكياته تتماشى مع مرحلة المراهقة ولا محتاج تدخل؟ اوكي. على فكرة مفيش عندنا حد قليل ادب، في عندنا على فكرة دي كلمة حضرتك. انا قلت دايما تقول لا الرد الفلاني ده يبقى قلة ادب. انا هقول لك بيبقى عندنا مشكلة في السلوكيات، هل السلوكيات دي بتبقى مرضية ولا السلوكيات دي جزء اصيل من الشخصية؟ هو ده الفرق. بمعنى يعني ده هو ده الفرق المهم جدا في كل حاجة. يعني انا لو ضربت امي وانا مريض نفسي تفرق كتير. تفرق انا مريض جداً. لكن لو ضربت امي وانا شخصية غير سوية دي تفرق خالص بقى. يعني قصدي هنا السلوكيات اللي بتفرق، تقول هل السلوكيات دي سلوكيات مرضية نتيجة مرض نفسي وبالتالي احنا ممكن نتفاهم فيها بقى ونسامحه، ولا السلوكيات دي سلوكيات لان الشخصية دي شخصية مريضة. كتير جدا من التصرفات فترة المراهقة بتبقى ليها علاقة بالنمو الطبيعي. يعني طبيعي المراهق بيبقى صوته عالي، طبيعي انه هو يبقى مش ريزل لكن يعني بيبقى ارجومنتيتيف، يعني دايما يقول لا او اه واقنعني، لان هو بيبني شخصيته. لا او اه دي عشان هو يحس انه ليه دور وانه ليه كلمة وانه بصي دي جزء كبر. يعني دي جزء اصيل من اكتمال الشخصية. لازم يكون ليكي رأي، لازم تقولي لا ولازم تقولي فهمني. ما انا لو ما فهمتكش. والام والاب هنا مطلوب منهم انهم يدوا المساحه دي. الام والاب هنا مطلوب منهم ان المساحه بتاعه الميبي اللي هو المساحه بتاعه ايه رايك تزيد جدا. يعني انا متصور ان من بعد 10 سنين مفيش ام واب يلبسوا ولادهم خالص. يقول له ايه رايك تلبس ايه، لكن يلبس ده صعب جدا. او احنا بنشتري ما تشتريلوش، هو اللي يختار. حتى لو ذوقه مش حلو ممكن تعمل له حاجه بنسميها الياس بات تكنيك، حلو البنطلون ده بس ايه رايك ده احلى. يعني قصدي لازم من بدايه 10 12 سنه وانت طالع كده 18 سنه لازم هو عنده القدره على اتخاذ قرارات في حياته، هو يلبس ايه، ياكل ايه، يختار المينيو ايه. وطبعا ما فيش ما يمنع اطلاقا عشان تزودي ثقته بنفسه اكتر شويه وقناعاته اكتر شويه ان انت تقولي له اختار لي. يا سلام يا سلام لما انا ماشي مع ابني اقول له اختار لي كرافته حلوه اخد رايه في لبسي، اخد رايه في لبسي، او اخد رايه هو مثلا النهارده رايحين نتعشى في حته اقول له اطلب انت، اطلب لنا كلنا. ده هو ده هو ده الديسيجن ميكنج، ان انا بعلم المراهق ياخد قرارات ويتحمل مسؤوليتها. معاك تليفون. معانا تليفون. ام احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي صحه دكتور عبد الناصر؟ اهلا بيك يا فندم. لو سمحت انا جايه لنا حاله كده من ساعه جوزي ما توفى من 6 شهور، كارهه كل حاجه يا دكتور ومليش نفس لاي حاجه خالص، وحاسه انه عايش ما ماتش وكده وكل حاجاته عايزه اشوفها قدامي، حتى درفة الدولاب بتاعته عايزه افتحها كل يوم، ومش طايقه اي حد قدامي خالص. ويعني ما مش عارفه، والحاله اللي جايه ان هو عايش، يعني كده احس ان ايه ان هو عايش ما ماتش. يعني هدومه عايزه اشم، عفوا عايزه اشم فيها كل يوم، درفة الدولاب بتاعته، وكره اي حد قدامي بيكلمني، اي حد بيجي عندي. قبل 6 شهور على الحال ده، لان انا اللي كنت معي ساعه ما توفى في المستشفى. فمش عارفه اعمل ايه، بصلي وبقرا قران وبدعي له، بس الحاله مش راضيه تروح مني. حاضر يا ماما، ربنا يصبرك. هل انا هفضل على طول كده ولا اعمل ايه؟ لا 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 لا. حاضر. تبين يا ام. حاضر يا ام. بصي احنا في بالذات في حالات الوفاه بتبقى بنحترم جدا المشاعر الانسانيه، بنحترم جدا احساس الفقدان، وانا بصراحه بحترم قوي لما بحس الناس بتزعل على بعض. طبعا. لان للاسف احنا بنشوف حاجات عكسيه خالص. الناس بتبقى تروح عزة تلاقي ناس قاعدين بيضحكوا بيهزروا كانه الماده حد مش مهم. يعني في الطب النفسي احنا عندنا مرض اسمه الاسى، الجريف. الجريف ده اللي هو الاكتئاب نتيجه فقدان عزيز، فقدان عزيز بالموت، فقدان عزيز بالرحيل، فقدان عزيز ايا كان. الاسى الطبيعي اللي احنا بنعتبره طبيعي، يعني ان الواحد يبقى عنده اسى اللي هي عند بالظبط ام احمد، اللي هو بكاء مستمر، فقدان الاحساس بالحياه، sense of presence. ده مهم جدا، اللي هو الاحساس بالتواجد، احساس بالوجود، كانه لسه عايش. انا مش قادر، يعني انا مش قادر اتخيل انه مشي.
بتبقى صعبه، عقلي مش قادر يستوعب ده. الحقيقه بتبقى صعبه طبعا، بتبقى صعبه طبعًا. جدا جدا. وفي بعض الناس بيبقى غيابهم قاتل طبعًا. غيابهم صعب. واللي هي بتقول عليه ده انا بشوف ناس كتير وتخش تشم حاجته ويسيب له قطه زي ما هي ومحدش قرب منها ده انا كطب نفسي بحترمه جدا وبقبله، لكن لمده شهر شهر ونص. لكن لما يزيد اكتر لما بيزيد بتبقى حاجه مرضيه، بيبقى اسمه الاسى المرضي او الديليت جريف، بيبقى زي الاكتئاب كده. رامي، احنا شغلتنا في الدنيا ان احنا نخفف الام الناس، بمعنى ان انا ما اقدرش اقول لها نسي ابدا، لان انا ما احترمش حد ينسى حد يعني، انا ما اقدرش اقول لها كده خالص. لكن اقدر اقول ان انا هتفتكريه بس من غير معاناه، هتفتكريه من غير الم، هتفتكريه من غير اكتئاب. الحاجة أم أحمد لازم تروح لدكتور أمراض نفسية عندها في المنيا، وهتاخد مضادات اكتئاب، الدنيا تبقى أحسن كتير جدا. هفتكره على فكرة واضحك على حاجات حلوة كان بيعملها، وافتكره واحمد ربنا إن كان موجود، وافتكره واحمد ربنا. لكن مش هبقى بدخل أشم هدومه. لكن الأسى اللي هي فيها دي أنا بالنسبة لي تبقى خطر جدا، لأن الأسى الشديد بيقلل جدا المناعة وبيعمل أعراض جسدية بعد كده. أنا متصور أم أحمد لازم تروح لدكتور أمراض نفسية، عندها اكتئاب أو أسى متأخر نتيجة وفاة شخص عزيز. بحترمها جدا على مشاعرها، لكن أنا كدكتور ما أقدرش أتحمل إنه يفضل عندها اكتئاب كل هذه الفترة. فلازم تروح الدكتور تاخد مضادات اكتئاب، هتتحسن على فكرة يعني. مضادات اكتئاب بيخليهم يتحسنوا جدا. بنتقبل فقدان عزيز ده، الاسترس. أنت عارف يا رامي إحنا عندنا حاجة اسمها لايف ستريس بوينت، اللي هو درجة كرب على مستوى الحياة، الحاجات الحياتية من 1 لـ100. فقدان عزيز 100 أقوى حاجة في الدنيا طبعا، أقوى حاجة في الدنيا طبعا. فقدان ابنه وابنه ده كارثي، ده طبعا كارثي يعني، ده أصعبهم. لكن فقدان زوج بتحبيه حاجة قوية جدا، فقدان أب أو أم كانت العلاقة معاهم علاقة حميمة، علاقة قوية، علاقة أب وأم فعلا بولادها، بتبقى ساعات الفقدان بيبقى صعب جدا طبعا. قدرة الإنسان يتعايش الحقيقة، ساعات بنشوف حاجات صعبة جدا في حياتنا، ساعات بنمرض أمراض شديدة جدا، خاصة لما يبقى الإنسان كان ليه دور إيجابي ومؤثر وسايب بصمة طبعا طبعا. فيعني كان الله في عونها، أنا يعني ربنا خالص تعزية ليها، لكن أنا بقول لها لازم تاخد مضاد اكتئاب، وإن شاء الله ربنا يكرمها وإن شاء الله بإذن الله. مدام نفيسة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام لميا؟ أهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. ربنا يخليك يا رب. السلام للدكتور ناصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور حضرتك، أنا عندي 3 أحفاد. أيوة. يتامى يعني، أمهم متوفية. تمام. فأنا عندي الحفيد الكبير فيهم عنده حوالي 11 سنة. عنيد جدا. ما يعني مش ما بيسمعش الكلام خالص، ما بيتجاوبش خالص، الا بالعنف. بيتحرك كتير يا حاجه نفيسه؟ لا هو عادي، وبعدين هو في المدرسه بسم الله ما شاء الله متميز كويس، ممتاز كمان في دراسته. حلو. يعني بسم الله ما شاء الله في مدرسه اجنبيه وكويس بسم الله ما شاء الله عليه، بس ده شخصيته من قبل والدته ما توفى. فانا مش عارفه يعني يعني خالته معاهم، علاقته مش عارفه تتعامل معاه. علاقته بوالده اخبارها ايه؟ نعم. علاقته بوالده؟ لا، علاقته بوالده هي طول عمرها الله يرحمها والدته كانت محدده العلاقه، لان هي عارفه هو عنده هو استرس على طول، ووالده ما بيستحمل يعني كده، فكان دايما ايه محجمه العلاقه بينهم الاثنين. فكانت هي كل حياته. امال مين اللي بيربيه دلوقتي؟ خالته حضرتك. خالته. خالتهم. هو والدته متوفية بقالها قد ايه؟ بقالها حوالي سنة و سنة سنة وثلاث اشهر يا دكتور. سنة وثلاث اشهر. لكن علاقته بوالده مش قوية. لا هي مش قوية، هي علاقة يعني ايه، سيد ومسعود، امر ومأمور. بس هو ذكي جدا، يعرف امتى مثلا يتك على والده، امتى ياخد من والده، امتى يقول له انا عايز، امتى كده يعني. لكن الوالد متواجد؟ لا متواجد على طول. متواجد على طول. متواجد على طول، وعلاقته بيهم كلهم كويسه جدا. طيب يا حاجه. حاضر. طيب تبعينا يا مدام نفيسه. اتفضلي. هو ده موضوع مهم جدا. هو ده بنقول سن مراهقه برضه. ده سن مراهقه، والاكتئاب في سن مراهقه مختلف خالص عن سن الاكتئاب في سن الكبير، يعني قصدي حط نفسك مكان الطفل ده. طبعا ربنا يخليه جدته وخالته، لكن انا فقدت امي. الام طبعا. فقدان الام على فكره عامل مؤثر جدا في الاستعداد للمرض النفسي. طبعا هو محظوظ جدا ان عنده جده وعنده خاله، يعني دول بيحاولوا
دول بيسموه السرجوت ماذرز اللي هم الام البديله. في ناس بتموت امهم مبقاش عندهم ام بديله. صحيح. فربنا يخلي له جدته وخالته الاثنين هيساعدوا جدا. لكن لما يبقى انا عندي طفل زي ما بتقول كده بقى سلوكياته فيها شويه عنف شوية. بقى سخيف باي ادب. اول تفسير لينا في الاطفال دي انه يكون عندهم اكتئاب. يعني الطفل اللي ما كانش مؤدب او كده سوري كان مؤدب بقى ما بقاش مؤدب لا ده عندنا مشكله حصل حاجه في مزاج الولد ده. وبالتالي انا رايي متصور ان 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 لازم الاب يقعد معاه يتكلم معاه كويس قوي ولازم الجده ولازم كان الاب في فتره معينه يعني زي ما مدام نفيسه بتقول ان الام كانت بعداءه وعلاقته بالاب ما كانتش قويه بس دي مرحله الاب كبدايه حتى لو في وجود يقدر الأم. يقدر يرجع ده تاني هو بص هي مرحله الام بتنتهي عند 19 سنين 11 سنه وبعد كده خلاص مرحله الاب لازم ونفس الكلام بالنسبه للبنت تبقى مرحله الام خلاص يعني لازم الولد يبتدي يعمل حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن يعمل تماثل مع شكل ابوي فادر فيجر فلازم يشوف ابوه بيتكلم ازاي وبتصرف ازاي وبيخرج عشان يبقى زي ابوه فلازم الاب يلعب دور هنا انا ما اقدرش ابدا اغفل فكره ان هذا الطفل او هذا المراهق اللي عنده 11 12 سنه اللي امه توفت من سنه يكون عنده اعراض اكتئابيه لازم يحس بالامان لازم والده يتكلم معاه لازم جدته تتكلم معاه يعني قصدي ساعات احنا ما بنحبش تعرف المصريين دايما يخافوا يلاقوا من الحته دي قوي ما يفتحش الكلام مش عايزين يفكروا مش عايزين فيها اه بالظبط لا افتح هاته وتعالى اتكلم معاه انت ايه اللي مضايقك انت زعلان ان ماما ماتت يعني قصدي اوبن اب سبيت اوت زي ما بيقولوا اطلع طلع الكلام كله وشوف هيحصل ايه في الغالب في الغالب لما الولد يطمن ان جدته وخالته متفاهمين وفاهمين هو بيمر بايه ووالده يبقى اكثر قربا الدنيا تبقى احسن كتير دكتور عبد الناصر تاخد بريك تاني انا بعتذر لحضرتك احنا مع الاسف احنا خلصنا انا بعتذر لحضرتك جدا النهارده بشكر حضرتك جدا نورتني بشكركم مشاهدينا واشوفكم بكره على خير ان شاء الله يكون معانا الاستاذه الدكتوره سمر العمريتي اشوف حضراتكم بألف خير سلام عليكم كلام من القلب كلام ما شبك وقت المغارب والمساء نتلم نجمع شمل